هذه أشياء. إذن لأنه يعتمد، واصل معايا، لأنه يعتمد على البساطة والوضوح والمباشرة ومخاطبة ماذا؟ مخاطبة العقل. علل ذلك من خلال النص. فالشاعر هنا يدعونا إلى التفكر في آيات الله. صورة بيانية مش هي العطس، صورة بيانية هي الخيال. ها هنا مباشرة هو سقساك على الشعر، هو سؤال في حيلة هنا، نسقسيتكم سؤال في حيلة، معناه سؤال راح يقصد لك في الجزء الأول من النص. معايا مش معايا؟ حقا وقال لك من بعد علل ذلك من خلال النص. آه جيد جدا. راح تقول أنا شو؟ أنا قلت لكم راه زود هذا. إيه لازم يكون خالي من صور بيانية. تفضل. فالشاعر يدعون إلى التفكر في آيات الله تعالى. وقلت لكم أن من بعد راح تجينا واحد النزعة اسمها النزعة التأملية. النزعة التأملية يعكسها الفعل انظر. انظر إلى هذا الكون البديع بنوره وظلامه وسكونه الروحاني وجباله المرصات. ركزوا معايا، ركزوا معايا، شوفوا ما بعد كلمة انظر. النظر في ماذا؟ يا النظر في الطبيعة، والطبيعة هي خلق الله تعالى، صح ولا لا؟ الله تعالى وش قال؟ أفلا ينظرون إلى الإبل. هذا فعل النظر، هذا فعل النظر، فعل التبصر، فعل العقل، فعل التأمل، فعل الفلسفة. انظر إلى هذا الكون البديع بنوره وظلامه وسكونه الروحاني وجباله المرصات فوق متونه تبدي جليا بوضوح قوة الرحمن. في الباك انظر فما زالت تطل من الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم. باك واحد آخر، انظر إلى الماء إن البذل شيمته. فعل انظر دائما يدعون إلى العقل. فهمتوني؟ سؤالي بعده، ما الحكمة من توظيف أساليب الشرط؟ وقد كنت قد أشرت إليها سابقا أن أساليب الشرط يسموها التلازم الشرطي، عندها اسم واحد آخر، الشرط هو التلازم الشرطي. هذه تلعب دورا مهما في التأثير على المتلقي، يتأثر فيه لأن أسلوب إقناعي هذا. معايا مكش معايا؟ إحنا في هذا المقام الشاعر يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الإقناع، وراح يوظف جميع الوسائل الإقناعية من حجج وبراهين كالنظر إلى آيات الله وخلق الله تعالى، ومن وسائل لغوية أيضا كأدوات التوكيد، كالتكرار، كالحقل الدلالي، كأساليب الشرط. بمعنى الكاتب يعتمد على الحجج المعنوية اللي هي حجج وبراهين والحجج اللغوية. فهمتوني؟ فهميني ومكش فهميني؟ شكلي مش فهمني أربع يدي، أنا على بالي بلي هذاك الصف قاع مش فهمني قاع. صح. هيا ركزوا معايا، ركزوا معايا، شوفوا معايا، شوفوا معايا. كاين حجج، اسمع اسمع، كاين حجج تنقسم إلى قسمين، كاين حجج معنوية اللي هي قدرات الله تعالى، اللي هي الموت كما حكينا عليه، اللي هي أن الشمس تطلع من الموت، حجج عادية، حجج كما تعرفوها، حجج هي المسلمات التي لا يمكن مناقشتها. سقسيك سؤال، قال لك كتب الموت على الخلق فكم، هذه حجة ولا مش حجة؟ حجة، لأن الموت مكتوب على الخلق جميعا، صح. إذن الحجج اللغوية اللي هي يسموها أدوات التوكيد، أدوات الإقناع، اللي هي إنه أن وقد ولا، ها، واللي هي التكرار، اللي هي الحقل الدلالي، اللي هي أساليب الشرط، هذه كلها تدخل في واحد الحاجة اسمها أسلوب الإقناع. ما مكش معي؟ كان يقول لك ما القرائن المعنوية التي اعتمد عليها الكاتب في صدق دعواه، أو يقصد لك في هذا. فهمي مكش معي؟ كان يقول لك ما قرائن التأكيد، أو يقصد لك في هذا. كان يقول لك اعتمد الكاتب على وسائل الإقناع. فهمتوا فهمتوش؟ وهذه كلها أسئلة بكالوريا. سؤالي بعده، على بالي بلي ما فهمتوهاش، فهمتوهاش شويه لباس. هذا راه درسها خاص، علي ما حبيتش تعمق فيها، او عندها درس خاص هذه، انا ما حبيتش تعمق فيها بزاف لان هناك درس خاص بها ساتي اليه لاحقا ونتفصل فيه ان شاء الله. سؤالي بعد، في النص نزعه ما هي؟ ما هي
دينية من خلال توظيف الألفاظ الدينية زيدوا، وإصلاحية من خلال إصلاح المجتمع بشكل غير مباشر. ونوضحها خلاص، دينية إصلاحية ولا دينية كمان. النمط غالب على النص، النمط الوصفي الحجاجي، نمط وصفي يخدمه ماذا؟ المفعول المضارع، الحجاج أفعال المضارع مثل يغفر، يصاحب. شوف اه نعم، الشاعر يعلمنا قدرات الله تعالى. يغالبني. ها يا رجل ورجل، شوف كيف دير الجدول تاع النمط. ها دير هذه الخانه الاولى، شوف مليح هاك رسمت الخانه الاولى، تزيد ترسم الخانه الزوجه، تزيد ترسم الخانه الثالثه، خلاص متفاهمين؟ ترسم الخانه الاولى ومن بعدها الزوجه، ما تلحقهاش فوق، خلاص متفاهمين؟ صح. شو عادين هنا؟ تكتب لي هنا النمط مؤشر واحد، مؤشر اثنين، مؤشر ثلاثة. هنا وش عادين؟ التعليل. لازم تعلل علاش اخترت هذا النمط. النمط هنا ماذا؟ وصفي حجاجي، راح ديروه في جدول وحده من بعد. أو نمطين هنا، لأن الشعر لأنه يصف قدرات الله تعالى. ما المؤشر الأول؟ أفعال المضارعة. المضارعة أني ديرها المضارعة ثم أفعال المضارعة. زيدوا الإسمية، صور بيانية ما كانش لأن النص خالي من الخيال الحذري. راك تعامل مع الشعر التعليم، يكفي هذا. أعطيني مؤشرين ياس، أعطيني أفعال المضارعة واحد ولا زوج. يصاحب، يغفر، يكون، يغالبني، يكفي. أعطيني جمل إسمية. ما لازم تشوف الكوتي الاول برك، جمل اسمي شوف الصدر، شوف العجب ثاني منين. العفو اولى. زيد اللي بعده بسرعه. فالجهل غالبته. زيد لولا الوجود صحيته الى غير ذلك. والنمط الحجاجي تخرج حجه ولا اثنين، ادوات التكرار وهذيك الاساليب الشرط اللي برك، اساليب الشرط وغيرها. صلي بعد بسم الله. اعراب يلا، لولا الوجود، حرف شرط امتناع لوجود. كملوا. مبني على السكون في محل لا محل له من الوجود. شنو نعربوها؟ مبتدا لي خبر محذوف، مبتدا لي خبر محذوف. شكون اللي قراها هذه؟ شكون اللي ما قراهاش يرفع يده؟ شكون اللي مزال؟ شكون لولا وشكون اللي مازال ما قراهاش لولا؟ لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس، لولا نعاودوها إن شاء الله لا بأس. الجملة الأولى، فالله يغفر لي ما قد جنته، سلت الموصول لا محل لها، الإعراب واضحة جدا. الجملة اللي بعدها، جيد غالبته، خبر للمبتدأ الجهل، والفاء هذيك شني؟ استثناء فيها لا محل لها، الإعراب قول الصفحة. تضافرت جيد، تضافرت في النص ادوات اتساق، استخرج اربعا منها مبين نوعها و و و ادوات اتساق. جماعة شكون اللي ما قراش ادوات اتساق؟ شكون اللي هي القرائن اللغويه؟ عادي دوك نقراهم عادي. واش عندنا؟ واش قال لك؟ عاودي السؤال. تضافرت بين النص، استخرج أربعة منها مبينا نوعها. جيد صافي، عندنا الربط بالأدوات، الربط بالإحالة، زيدوا الربط أدلا، الربط بالأدوات. شو عندنا جماعة؟ حروف الجر، حروف العطف. يلا حرف الاول جر، وينه؟ وين لقيتوه؟ ها مين؟ شوف شوف، لازم تقول لي منين جبتها. عبسي عبسي، لازم منين جبتها؟ من خلقه. جيد، وفيه
في قوله في المشروع. العطف شو لقيت لي؟ فالجهل لا بأس يكفي هنا. نروحوا الإحالة. إحالة عدنا بها ثلاث حوايج، عدنا الضمير، عدنا الموصولة، وعدنا الإشارة. هني ما نقدرش نكملهم أنا، تكملهم الأسماء الموصولة أسماء الإشارة، أنا مكان ضيق. بسم الله صح. يلا الضمير وش عدنا هنا يا هاعطونك اسم ضمير الها الها في قوله شكفى شكفى درناها صاحبه راك فاهم مش راني نديرهم مش فاهمين هذيك راه فاهمه مش فاهم هذيك نحاسك عم مش فاهم اللي قدام عياطه في الوسط تي متاكده بلي فاهم جيد ولي سمينا انت تي علميه ايه راك فاهمه متاكده شكون مش فاهم يا بعيد مش فاهم ما انا راك تشوفي من ثم صح الاسماء الموصول عطونا اسم موصول ما 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 جنته صح اسم الاشاره ورا هذا وين لقيتو هذا الوصف الربط الديلاني وش عندنا فيها تكرار اعطوني كلمه تكررت اعطوني كلمه تكررت الجهل والجهل الله تعالى قالته والجهل اعطوني كلمه الله تعالى اذا تكررت مره الى الله زيدوا رب رب لكنه الله في المشروع اربع مرات جيد جدا الله الرب الى الله ومشتقات لازم تخرج كلمه ومشتقاتها وهنا الحقل حقل حقل ديني صحيت بارك الله فيك حقل ديني احسنت جماعه هل يجب علي هل يجب علي ان امثل لازم تمثل لازم منين القرينه ومنين جبتها ونوحها ها هو طلب منك ماذا طلب منك نوح كم لي السؤال كم لي السؤال رمزا السؤال مبين نوعها ودورها دورها في بناء النص دورها شكون اللي يقول لي ما هو دورها الرب بينزع النص اذا تساهموا نديروا شويه جنبو تساهموا في الربط هذه وحده بين اجزاء النص والاحاله هذه اثنين عص مثال هو اعطالك عص مثال هو اعطالك قال لك اعطالك ضمير وحده قال لك ساهم الضمير في بين النص بين دوره قل له نفس الحكايه اعطاك التكرار وحده قال لك ساهم التكرار في بناء النص بين دوره نفس الحكايه بما ان يعطيهم لك مع بعضهم القرائن اللغويه ولا واحده منهم هم قاع الضمير راه قرينه الموصول فهمتوا الحكايه جمع لي مقراو هذا الدرس هاني يوم السبت ان شاء الله نعاود ولا تقلقوا بهذا الشان ابدا تمينا شفتوا كيفاش علاش حصه السبت مهمه مهمة لأنها فيها الدرس فيها الدرس فيها الدرس هذه حصة الأربعاء هي مراجعة هاو تطبيق تاش السبت عندنا الوقت بالعكس هذا عندنا الوقت فيها خير الأربعاء الأربعاء عندنا ساعتين خير فهمتني هو مهمة جدا تفضلي وين انتي يا طحتي انتي سبت على الرابعه جيتي سبت اللي فات على الرابعه خلاص سبت على الرابعه بقى في فوجك عاد صح السؤال اللي بعده الغير غايب في النص الغير غايب في النص علي لان يهدر على حقائق لان الشاعر لان الشاعر يعتمد على الاسلوب الواضح المباشر ويخاطب العقل السؤال اللي بعده ما نوع الاسلوب ما دلالة الفعل الماضي في انسجام النص؟ واش قلت لكم انا؟ قلت لكم بان الفعل الماضي هذا ثاني رمز حب وصيري هذا عصر الضعف الماضي يمثل حالة النادر
الذنوب والمضارع يثبت حالة الندم. الذنوب إذن يمثل يدل الفعل الماضي على حالة الذنوب وهذه عد عصر الضعف. جماعة عصر الضعف جميعا هنا باش تكونوا على بالكم هذه الفكرة بأن جماعة عصر الضعف عندهم نفس الإشكالية أن الفعل الماضي يمثل لهم حالة الذنوب والفعل المضارع يمثل حالة التوبة والندم. تفهمين؟ ها؟ نعم؟ شوفي لا رحت تشعل المنفى نعطيكم ال هل هذا السؤال؟ السؤال كما نقولوا احنا ستوندار ولا متغير؟ هذا السؤال ستوندار ولا متغير؟ لا لا متغير ما بين عصر واخر مش ستوندار. نعطيكم مثال دوك نجاوب. نعطيكم مثال زميلتكم قالت البارود. الفعل البصيري عنده مرحلتين في حياته، مرحلة الذنوب مرحلة التوبة. مرحلة الذنوب يمثلها الفعل الماضي، مرحلة التوبة يمثلها فعل المضارع. البارودي عنده مرحلتين في حياته ثاني، مرحلة السعادة والأهل والأحبة، مرحلة المنفى. مرحلة السعادة والأهل والأحبة ماضي ولا مضارع؟ ماضي. إذن يمثل الفعل ما دلالة الفعل الماضي عند البصيري البارودي؟ يمثل الفعل الماضي حالة السعادة والحب والشمل العائلي وغير ذلك. يمثل الفعل المضارع حالة النكد والألم والمنفى والحزن. فهمتوني؟ بمعنى أن الفعل يتغير من عصر إلى آخر، وكل عصر راح نشوفوه كيف راح يتغير، لازم نتبعوه. جيد جدا. سؤالي بعده، ما الأسلوب الورد بيت خامس؟ قلنا بيت خامس العفو أو لا بناء إن كنت ذا كرم. أسلوب خبري ولا إنشائي؟ لا إنشائي. تفضلي ما نوعه؟ جيد. خبري. خبري ما صيغته؟ صيغته خبرية. ما غرضه؟ الاستعطاف والاسترحام. الاستعطاف والاسترحام. ماكش معنى الاستعطاف ماكش عارفين؟ طلب العطف، طلب المغفرة، طلب الرحمة. شكون اللي ما قراش هذا الدرس يرفعين؟ هو مشكل كبير، هو مشكل كبير، هذاك مشكل كبير جدا. راح يستطع تطبيق مع هذه الحوايج نمرك فاهمينها. معليش معليش لا بأس لا بأس. الحصة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى راح ندير لكم جماعة فوش تاع السبت 8 السبت 4 هما اللي مش قارين هذا الدرس. راح ندير لكم إن شاء الله السبت 10 قارين ولا لا؟ السبت 8 والسبت 10 السبت 8 والسبت 4 باش تحضروا في الأفواج تفرقوا فيها. راح ندير لكم درس أساليب ودرس القرائن اللغوية. درس القرائن اللغوية أنا معتقد قراءة تاع السبت 8. طيب ندير لكم الأساليب برك. درس القرائن اللغوية والأساليب البلاغية راح نديرهم السبت على الربعة. أنا اللي مش حاضرهم يجيهم. خلاص متفاهمين؟ أكيد. شكون اللي مش حاضر قاع الدروس من البداية قاع مش حاضر قاع؟ نعم؟ جيد هذول اللي مش حاضرين دروس سوف أتكلم معهم في الحصة. سؤالي بعده. قرأ السؤالي بعده. تقوم النقدي ماذا يقول؟ يعد عصر الضعف عصر الجمود الفكري وذلك راجع إلى عدة أسباب. إذ مس هذا الضعف جميع الألوان الأدبية والنص واحد من تلك الألوان. يلا حلل القول بناء على ما درست. هذه الطريقة الجديدة. حلل القول بناء على ما درست معناها عرف الشعر اللي راه فيه النص، خصائصه، نزعاته، ورود وغير ذلك. صح. سنادا الفقرة حلل. صح أنا عاونتك شوية. وش قلت لك؟ عدت أسباب ضعف الشعر وخصائص هذا الشعر. عرف الشعر التعليمي ولا شعر زر. بمعنى اني عاونتك بصح مره جايه ما نسيتش نعاونك ملي يقول لك حلل وناقش من خلال الفقره راح تجبد لي زانديس اسباب الضعف كما قال لك يعد من عصر الجمود الفكري. تعرف العصر راح يتعرفوا عليها بشويه برك هذه بشويه بشويه. صح. عصر الجمود الفكري بمعنى عصر التخلف. فهمتين؟ جيد. ما اسباب ضعف الشعر في عصر الضعف؟ من يجيب؟ اي انا خير اي انتشار الهوى الموجون. هل هذا صحيح؟ جيد. الحروب الصليبية واحد. زيدوا. ضياع الكتب والدواوين اثنين. زيدوا. انصراف الشعراء الى حلف اخرى. زيدوا. عدم تشجيع الخلف. هذه هي اسباب ضعف الشعر. جيد. ما هي خصائص الشعر التعليمي؟ خالي من العواطف، خالي من الخيال، يعتمد اسلوب مباشر، يعلم الناس امور دينهم ودنياهم. السلام عليكم. شكرا استاذ. سؤالي بعده. عارف الشعر التعليمي. يلا إمام. هو لون شعري قديم يتناول قضايا يتناول
يتناول قضايا دينية ويدعو إلى التمسك بآخرة وغير ذلك. من هم روادهم؟ ابن نباتة. يات النباتة مش نباتة طفلة. ابن نباتة، ابن الوردي، ابن عربي والبوصير وغيره. زميلكم تقساني سؤال، هل نجيب على تقويم النقدي على شكل فقرة أم أجيب على شكل مطاط وعنا؟ يجب أن تجيب أولاً المقدمة والخاتمة، يجب أن تكون أولاً سؤال. هل التقويم النقدي فيه مقدمة وخاتمة؟ أنا أرى أنه من الضرورة أنها تكون مقدمة وخاتمة، لازم ما فيهاش هضرة. هذه العرض نتاعك راح تديره على شكل رؤوس أقلام مع الشرح، ماكش عاد دير مثلاً على سبيل المثال ضياع الدواوين والكتب تسكت بدون شرح. لا، هذا أسلوب الضعفاء. احنا كطلبة أقوياء مقبلين على شهادة البكالوريا، أي كلمة راح تكتبها لازم تعرف شنو وش معناها، ماكش تكتب وخلاص. تقدر تقول لي ضياع الكتب ودواوين، إذ قام التتار والمغول بإحراقة مكتبة بغداد ورميها في نار دجلة والنار فرات. هي في هيك حافظها هذه، مش محافظها لك أنا هذه وريها لكم هذه الحوايج. لا ما يجيكمش بهذا الاتساع. اذا نكون هنا قد وصلنا الى نهايه الحصه. اتمنى لكم حظا موفقا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.